سارعت أعداد كبيرة من المصلين إلى أداء صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى القرية التراثية المخصص من قبل إدارة الأوقاف السنية وسط أجواء تنظيمية سادتها الطمأنينة والمشاعر الإيمانية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وسط أجواء تملأها السعادة ومفعمة بالإيمان، سارعت جموع كثيرة من المصلين منذ بزوق الشمس إلى المصليات العامة وخاصة مصلى القرية التراثية الذي خصصته إدارة الأوقاف السنية لأداء شعيرة صلاة عيد الفطر المبارك تأسيا بالسنة النبوية الشريفة. وأدت جموع المؤمنين جنبا إلى جنب صلاة عيد الفطر السعيد وسط أجواء تنظيمية سادتها الطمأنينة. الله أكبر الله أكبر. والله العيد هو يوم فرح وسرور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وأعياد المسلمين الحمد لله ترتبط بأجل غاية وهي العبادة. أعياد غير المسلمين ترتبط بأشياء دنيوية أو أشياء ذكرى، لكن أعياد المسلمين ترتبط بعبادة، هي أعظم فرحة. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. طبعا في هذا اليوم أهني جلالة الملك ولي العهد الله يطول أعمارهم وشعب مملكة البحرين بعيد الفطر المبارك السعيد، وإن شاء الله الله يعود عليهم السنة وكل سنة بخير وعافية وصحة وسلامة ومن عواده إن شاء الله. والعيد طبعا نعمة من نعم المولى تبارك وتعالى علينا، فكل نعمة وتكريم من رب العالمين خير لنا. وانتهزت هذه الفرصة أن أهن القيادة الرشيدة، قيادة سيدي جلالة الملك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبفرحة لا تضاهيها فرحة تعالت تكبيرات المصلين وتهليلهم في هذه المصليات لتجمع الكبار والصغار لإحياء هذه الشعيرة الدينية في تجمع سنوي يمنح الصائمين بهجة العيد بعد أن من الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك. الله السلام عليكم ورحمة الله. الكل ينتظر هذه الفرحة لتبادل التهاني، ويعني الإحساس حقيقة بطعم إتمام العبادة، وهذا أمر من سمات أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فنهنئ الجميع، طبعا هاي كافة شعب مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا، وهنئ القيادة الرشيدة وشعب البحرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وانتم بخير وعساكم من عواده. في هذا اليوم حاب أني أهنئ القيادة الرشيدة على رأسها جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد وشعب البحرين عامة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. العيد هو شيء نفرح فيه ومبارك فيه على الناس. نهنئ جلالة الملك المعظم ونهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر المبارك، ونهنئ شعب البحرين الكريم. وحابين طبعا نوجه الشكر لإدارة الأوقاف السنية وجميع القائمين في هذا التنظيم لمصليات العيد. قال الله عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى فهذا ما فطر الله الناس عليه. ويجسد هذا المشهد الإيماني البهيج التواصل الاجتماعي والعائلي في مجتمعنا، حيث يقبل الجميع على تهنئة بعضهم مبتهلين إلى الباري جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالأمن والأمان. هذه هي أحد مظاهر الفرح والسرور الرائعة التي نقلناها لكم من وسط القرية التراثية، لحظة خروج المصلين بعد أداء صلاة العيد في هذا المصلى، مؤكدين على ما تشهده مملكة البحرين من تقدم وازدهار ونماء بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.